يواجه مساء غد الاثنين بداية من الساعة الخامسة المنتخب الجزائري لكرة القدم نظيره الطغولي على أرضية ميدان ملعب كيغي بالعاصمة لومي، وذلك لحساب الجولة الرابعة من المجموعة الخامسة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025. ويسعى الخضر لتأكيد أحقيتهم بصدارة مجموعتهم عقب فوزهم في اللقاء الماضي أمام المنافس ذاته في الجزائر بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، فيما يسعى أصحاب الأرض لتدارك الهزيمة قبل جولتين عن نهاية هذه المرحلة. من العاصمة لومي يسعى منتخب الجزائر لحسم تأهله إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 عند مواجهته لمنتخب الطوغو والباحث عن تدارك هزيمته الأخيرة أمام الخضر بملعب 19 ماي بعنبة، خصم لم يفقد الأمل في الظفر بتأشيرة الكان المقبل قبل جولتين من نهاية المرحلة التصفوية. المباراة العودة اللي كان ذكرت ديجا باللي راح تكون صعبة، وحنا اللي صعبناها على روحنا لأننا يعني بنتيجة ثقيلة جدا، يعني خمسة مقابل واحد، هذا الشيء اللي صعب الأمور، خاصة أن ننتظر ردة فعل اللاعبين وحتى يعني الطوغوليين راح تكون ردة فعل قوية لأن عندهم لامور بروب تاعهم، راح نديروا نتيجة إيجابية باش نتأهلوا 100% ونضمنوا يعني التأهل للكأس إفريقيا 2025، وهكذا إن شاء الله في شهر نوفمبر تكون عندنا راحة أكثر ونقدروا نحضروا في ظروف جيدة في شهر نوفمبر إن شاء الله. على أرضية ميدان ملعب كيغي تبقى إمكانية دخول المدرب فلاديمير بيتكوفيتش للمباراة بنهج تكتيكي مغاير للقاء الماضي واردة، خاصة مع غياب اللاعبين جوان حجام ومحمد فارسي بسبب الإصابة، ما يجعل الطريق مفتوحا أمام بعض العناصر لرفع أسهمها لدى الطاقم الفني. بخمسة انتصارات وتعادل وهزيمة سجل فيها المنتخب الجزائري مع بيتكوفيتش 19 هدفا وتلقى 8 منها، لا يريد صاحب 61 عاما أي مفاجأة تخلط أوراقه، بل يصر على مواصلة تفوقه برفقة المحاربين بآداء ونتائج تبقيهم في الواجهة الكروية إفريقياً.